السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن تحضر لتصعيد جديد ضد إسرائيل والمصالح الغربية، وهذا الأمر وإشارات هذه المسألة أصبحت واضحة بعدما صدر في 24 ساعة الماضية من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، الذي ببساطة على موقع إكس قال ثلاثة أيام وتوقف عند هذا الحد وأبقى الأمور غامضة، وهذا هو الذي أثار الكثير من الأوساط الغربية، والتي طبعا جعلها تماما أن تتكهن وتخمن ما الذي ممكن أن يكون قادما من قبل جماعة الحوثي. لكن الواضح هنا والأكيد بأن هذا التصعيد سيكون تصعيد عسكري، لأن العميد يحيى سريع هو الذي تحدث عن هذه المسألة، وكذلك ليس معروفا هذا الرجل بإصدار إشارات مثل هذه الإشارة قبل أي إعلان مرتبط بجماعة الحوثي، وهذا هو الذي يوضح بأن هذا التصعيد لن يكون عاديا، لا بل مرتفعا إلى مستويات عالية للغاية، خاصة وأن جماعة الحوثي صعدت من هجماتها بشكل كبير خلال الشهر الماضي، كما وثقت لويدز ليست على سبيل المثال في 24 ساعة الماضية، هي التي أوضحت حركة السفن قد تغيرت في شهر يونيو إلى أدنى مستوياتها تحديدا من الشهر الماضي شهر يونيو. تلاحظ هنا في نوفمبر على سبيل المثال حركة السفن عبر مضيق باب المندب، أي أنها تعبر من خليج عدن إلى البحر الأحمر أو من البحر الأحمر إلى خليج عدن، هذه الحركة قد تغيرت وانخفضت بشكل كبير حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها إلى 927 سفينة خلال شهر يونيو عبر مضيق باب المندب، وهذا أدنى مستوى لحركة السفن عبر هذا المضيق المهم للغاية. وكذلك أن حركة السفن في البحر الأحمر أيضا قد انخفضت بشكل كبير. لاحظ في نوفمبر عندما بدأت جماعة الحوثي بهجماتها على خطوط الشحن كانت الحركة في البحر الأحمر بهذا الشكل الذي نراه، وقد انخفضت تقريبا حتى وصلت إلى شهر فبراير أو مارس إلى هذا المستوى، تذبذبت ولكنها بقيت على مستوى واحد حتى وصلنا إلى يونيو وانخفضت حركة السفن أيضا في البحر الأحمر إلى مستوى يصل تقريبا إلى كما نلاحظ 165 أو أكثر بقليل سفينة في البحر الأحمر، مما يوضح طبيعة أن هذه الهجمات لم تكن عادية أبدا خلال الشهر الماضي. وتلاحظ هنا على سبيل المثال بالهجمات على طبيعة المسطحات المائية، نتحدث عن خليج عدن أو البحر الأحمر والتوسع باتجاه المحيط الهندي، ستلاحظ هنا في نوفمبر كانت الهجمات نوعا ما على البحر الأحمر وخليج عدن هنا في البحر الأحمر في ديسمبر، ولكن الأمور توسعت ووصلنا إلى استهدافات باتجاه المحيط الهندي في أبريل، وهنا ارتفعت الأمور لتصل إلى البحر العربي هنا باللون الأسود، هنا خليج عدن، هنا البحر الأحمر، بدأت تتنوع الهجمات وتتوسع وتصبح أخطر بكثير من الأشهر الماضية التي اعتدنا أن تكون الهجمات مركزة في البحر الأحمر. وليس هذا فحسب، بل إن السفن بدأت تتأثر، السفن توقفت تماما عن المرور في البحر الأحمر وبدأت تتفادى هذه المسألة. واليوم على سبيل المثال إحدى السفن الفرنسية تلاحظ بأن طبيعة حركتها الآن أصبحت بعيدة عن المحيط أو في عمق المحيط الهندي وبعيدة تماما عن خليج عدن، كما نلاحظ هذه السفينة تتحرك هنا، وحتى أن موعد وصولها إلى النقطة التي تهدف للوصول إليها كان من المفترض أن تصل خلال 14 يوما، ولكنها مددت عملية وصولها إلى 20 أو أكثر من 20 يوما، وهذا يوضح لك أن هنالك أيضا مخاطر تحاول تفاديها هذه السفن، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار الشحن ورفع أسعار النفط وإلى مشاكل كبيرة، وبالتالي المسألة تزداد خطورة. ويجب أن لا ننسى أن جماعة الحوثي خلال الشهر الماضي والأسابيع القليلة الماضية أعلنت عن الكثير من الأسلحة وأدخلت الكثير من الصواريخ إلى الخدمة، صواريخ مهمة للغاية مثل صاروخ فلسطين على سبيل المثال الذي استهدفت به إسرائيل، وكذلك أيضا صاروخ حاطم 2 وهو صاروخ فرط صوت للمرة الأولى يظهر لدى جماعة الحوثي، وقاموا من خلاله باستهداف سفينة MSC سارة في، وقالت جماعة الحوثي أنها استهدفت هذه السفينة بدقة، ولكن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية قالت أن الصاروخ سقط بالقرب من السفينة واستمرت بمسيرها بشكل طبيعي. ونلاحظ هنا طبعا من طبيعة تصميم هذا الصاروخ حاطم 2 الذي دخل للخدمة خلال الأيام القليلة الماضية، تلاحظ أنه متطابق من ناحية التصميم مع صاروخ خيبر شجن الإيراني، لاحظ ليس هنالك الكثير من الفروقات، كما نلاحظ تقريبا هو متطابق مع الصاروخ الذي أعلنت جماعة الحوثي عن
حيازته وأدخلته للخدمة. كذلك أن جماعة الحوثي تقدمت كثيرا على مستوى الزوارق المفخخة هنا المسيرة كما تلاحظون، الكثير من الأنواع، طورت الكثير من القدرات على هذا المستوى وأدخلت حتى للخدمة طوفان المدمر واستخدمته ضد هذه السفينة ألا وهي ترانس وولد نافيجيتر، وتمكنت من إصابتها بشكل مباشر ومن دون أي أخطاء بالنسبة للجماعة، وأصبحت هذه الزوارق المفخخة ناجحة للغاية في عمليات ضرباتها. وبالتالي الإعلان المتوقع الذي تحدث عنه العميد يحيى سريع من الممكن أن يكون وأن يصل إلى أعلى من المستويات التي رأيناها على مستوى الأسلحة أو حتى على المستوى التكتيكي، وهذا يأتي بعد أيام قليلة فقط. هذا المنشور من العميد يحيى سريع بعد أيام قليلة فقط مما نشر من الأوساط العبرية، تحديدا I-24 من معلومات استخبارية إسرائيلية عن قلق إسرائيلي من تحركات لجماعة الحوثي باتجاه البحر المتوسط. وقد قالت هذه المعلومات بحسب I-24 بأن جماعة الحوثي بحسب هذه المعلومات الاستخبارية تخطط إلى نقل وبدأت بنقل مقاتليها وعناصرها إلى السودان، إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك إلى المغرب أيضا، وذلك من أجل تحقيق استهدافات دقيقة على البحر المتوسط. وهذا يعتبر تطورا خطيرا لأنهم هنا سيتمكنون من إغلاق مضيق جبل طارق من خلال استهداف السفن التي تأتي باتجاه إسرائيل في البحر المتوسط متفادية طبعا البحر الأحمر وخليج عدن. وأيضا من الممكن لجماعة الحوثي هنا إن كانت فعلا في المغرب، عندما نرى المغرب فإن هذا موقع مميز للغاية مطلع على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وبالتالي هم قادرين أيضا على ضرب السفن هنا في المحيط الأطلسي، وبالتالي هذه السفن ستكون تحت الخطر وسيتمكنون من إغلاق الموانئ تماما على إسرائيل وتحديدا حيفا إذا ما تمكنوا من الوصول إلى هذه البلدان. و تحديدا هذه المعلومات الإسرائيلية التي تتحدث عنها تؤكد أن الأمور ستكون خطيرة باتجاه البحر المتوسط، رغم أن جماعة الحوثي تعلن بشكل يومي بأنها تستهدف أو بشكل متقارب تقريبا في الأسابيع القليلة الماضية تتحدث بأنها تستهدف البحر المتوسط، ولكن مشكلتها أنها لا تحقق الكثير من الهجمات الناجحة كما تفعل في البحر الأحمر وخليج عدن أو البحر العربي أو حتى نوعا ما المحيط الهندي، لأن الصواريخ عندما تطلقها أو الطائرات المسيرة من اليمن عبر البحر الأحمر هي تعترضها عادة العديد من السفن الحربية الأمريكية البريطانية الإسرائيلية المنتشرة على البحر الأحمر، تصل إلى جمهورية مصر العربية مسألة سيادة بالنسبة لمصر، وبالتالي هذه الصواريخ لا تجد طريقها أبدا إلى البحر المتوسط. بالتالي مثل هذا الانتشار في هذه المناطق هو يفتح بابا كبيرا لهذه الجماعة أن تحقق هجمات ناجحة. وكان هنالك تقريرا أيضا في الأيام القليلة الماضية صدر من CNN الأمريكية تحدث بشكل واضح بأن جماعة الحوثي تناقش مسألة إرسال الأسلحة لمن؟ إلى حركة الشباب في الصومال، وذلك من أجل أن حركة الشباب هنا تتمكن من تحقيق هجمات دقيقة على المحيط الهندي، لأن الجماعة أيضا على مستوى المحيط الهندي رغم أنها تستهدف السفن في هذا المحيط إلا أنها لا تحقق الكثير من النجاحات، وبالتالي هي تريد ضرب كل شيء، كل المياه على إسرائيل وإغلاق المنطقة بالكامل وفتح الباب وإعطاء رسائل واضحة لأوروبا بأن هذه الجماعة حاضرة بقوة لتحقيق الكثير من الضربات الكبيرة حتى للضغط على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا في نفس الوقت. وبالتالي هنا التوقعات تذهب بالعديد من الاتجاهات فيما ممكن أن يكون الإعلان من قبل جماعة الحوثي في اليومين القادمين تحديدا يوم الجمعة كما حدد العميد يحيى سريع الليلة الماضية بتحديده لثلاثة أيام. وهنا يعتقد بأن من الممكن لجماعة الحوثي أن تعلن عن مسألة تصعيد تكتيكي جديد في المنطقة كبير، قد تكون تجاه بريطانيا، قد تكون تجاه أي نقطة معينة في هذه المنطقة الكبيرة للغاية. وكذلك من الممكن أن يكون هنالك إعلانا لسلاح استراتيجي جديد تمتلكه هذه الجماعة، وهذا أيضا أمر ليس بالمستبعد، أو أن تبدأ بعمليات عسكرية مشتركة كما تنفذ عمليات عسكرية مشتركة مع الفصائل العراقية. من الممكن أن يكون هنالك ترتيبا لعمليات مشتركة أخرى مع فصائل أخرى مثلا مع حزب الله اللبناني أو غيرها في عمليات الاستهداف أو الفصائل في سوريا، وبالتالي الباب والأبواب مفتوحة لطبيعة ما ممكن أن يكون قادما من قبل هذه الجماعة. وواضح أن جماعة الحوثي هنا تحاول
جذب الانتباه في ظل أن هنالك حرب قادمة، تهديدات إسرائيلية بأنها ستبدأ بعملية عسكرية في الجنوب اللبنانية. الواضح هنا أن جماعة الحوثي تريد جذب انتباه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول مهمة مثل بريطانيا وإسرائيل وغيرها بالقول أنا أخطر، أنا أهم، تعالوا لمواجهة جماعة الحوثي، وبالتالي تحمي حزب الله اللبناني، تحمي ما تبقى من حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس في قطاع غزة، وأن تكون هذه الجبهة ليست عادية أبدا في ظل اهتمام إيراني كبير كما هو واضح بجماعة الحوثي من خلال الأسلحة التي رأينا بأنها أسلحة متطابقة مع الأسلحة الإيرانية بدأت تمتلكها جماعة الحوثي، وبدأت تحقق كل هذه الهجمات الفعالة للغاية، خاصة أن جماعة الحوثي هنا عندما تجذب الانتباه بهذه الطريقة هي ببساطة توضح للجميع بأنها قادرة على القتال. ليست هنالك الكثير طبعا من المعلومات المعروفة عن جماعة الحوثي عن مواقعها وغيرها مثل ما هو الحال مع حزب الله، مع الفصائل في العراق أو في سوريا أو حركة حماس، وهنالك صعوبة كبيرة بالنسبة للغرب خاصة وأنهم استخدموا الكثير من الضربات، السفن، الطائرات الحربية على الجماعة، لكن الجماعة لم تتوقف أبدا عن استهدافاتها، لا بل إنها أدخلت الكثير من الصواريخ والقدرات الخاصة بها إلى الخدمة، وبالتالي هنا واضح جدا أن التكتيك من جماعة الحوثي قد يحقق ما يريده أو ما تريده الجماعة، وقد تحقق هنا إيران ما تريده من هذه العملية بأكملها. وفعلا بدأت جماعة الحوثي بجذب الانتباه كما نلاحظ هنا الواشنطن انستيتيوت، معهد واشنطن على سبيل المثال نهاية الشهر الماضي تحدثت بأن لا بد من عمل شيء تجاه جماعة الحوثي لأن الخطر أصبح كبيرا من قبل هذه الجماعة، وجماعة منتبهة لما يجري في الداخل اليمني وما ممكن أن يتعرضون له من ضغط. على سبيل المثال هم مستمرين بعمليات التعبئة والمناورات العسكرية الخاصة بهم. مؤخرا قناة المسيرة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي طبعا ظهرت فيها هذه المناورات الخاصة بالجماعة في محافظة ذمار، يستخدمون فيها الكثير من الأسلحة في تضاريس مثيرة للغاية، وهذه واحدة من اللقطات التي ظهرت فيها المنطقة نوعا ما بأكملها، يقومون بمناورات بإطلاق النار، تحضيرات مستمرة في الداخل اليمني للعديد من المسائل المهمة التي ممكن أن يتعرضون له. وهنا تلاحظ من طبيعة التضاريس على الأرض هنالك أشكال مميزة على الأرض هي التي من الممكن أن تؤكد لنا أين هو هذا الموقع في محافظة ذمار، ولكي نطلع ونعرف طبيعة الموقع الذي يتدربون عليه تلاحظ هذا جبل مرتفع هنا وبمسافة أيضا هنالك نقطة مرتفعة أخرى، وتلاحظ أن هنالك انعطافة مميزة أيضا وبعض المربعات الزراعية أو المزروعة كما نلاحظ هنا، وبالتالي بالاعتماد على هذه العلامات ببساطة والاتجاه مباشرة إلى محافظة ذمار كما تحدثت الأوساط التابعة لجماعة الحوثي. تلاحظ هذه ذمار إلى جنوب غرب بها على مسافة 11 كيلومترا، سنتجه هنا إلى هذه المنطقة الجبلية، وهنا بالضبط تمت عملية المناورة إلى الشمال قليلا، ستلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما التي كانت ظاهرة في هذه الصورة، وتلاحظ كل شيء متطابق مع الصورة التي رأيناها، وهذا هو الجبل المرتفع كما لاحظنا، وعلى مسافة يأتي هذا المرتفع بهذا الانعطاف، وهذه هي المربعات المزروعة التي تحدثنا عنها أو النقاط التي تمت زراعتها، وبالتالي كل شيء يتطابق مع هذا الموقع وبالتالي كل شيء واضح أيضا أن هذه الجماعة تتدرب باتجاه منطقة واعرة تحاول أن تبقى متجهزة لأي سيناريو ممكن أن تتعرض له في الداخل على سبيل المثال. ومحافظة ذمار عندما نتحدث عن المناورات فيها، هذه هي المحافظة كما ترون، وهي محافظة مهمة للغاية واستراتيجية لجماعة الحوثي لأنها ممتدة باتجاه الحديدة، في حالة أي شيء ممكن أن يأتي باتجاه الحديدة فهؤلاء المقاتلين جاهزين لعملية التصدي لأي هجوم ممكن أن يتعرضون له، وكذلك ممكن أن تمد المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي باتجاه تعز أو باتجاه المناطق التي تأتي تحت
سيطرة خصومها طبعا المحليين، وبالتالي هذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة لهذه الجماعة، وأيضا أن الجماعة منتبهة للجواسيس واحتمالية انتشار الجواسيس في الداخل اليمني في ظل أن التصعيد يعني من الممكن اهتمام ولفت انتباه كبير للغرب لضرب جماعة الحوثي وقياداتها، وبدأوا بنشر رسائل على سبيل المثال اليوم كما تلاحظون رسائل لجميع المواطنين اليمنيين يطالبونهم في حالة أنهم انتبهوا إلى أي عمليات مشبوهة تجسسية أو غيرها بأن عليهم إبلاغ السلطات اليمنية المتمثلة طبعا بجماعة الحوثي، بالتالي هنالك تحضير لأي هجمات أي حرب أهلية ضدهم، وتحضير أيضا لأي مواجهة ممكن أن يتعرضون لها من الخارج خاصة باتجاه محافظة الحديد.